في محافظة كاويانغ بمدينة باودينغ مقاطعة خوبي، انطلقت صناعة تصنيع معدات الطاقة في الستينيات من القرن العشرين، ومنذ ذلك الحين شهدت توسعاً كبيراً لتتحول إلى تجمع صناعي ذو تأثير متزايد. اليوم أصبحت هذه الصناعة صناعة متميزة تلعب دوراً اقتصادياً محورياً في المنطقة. صناعة المعدات الكهربائية في محافظة كاويانغ بمقاطعة خوبي تتمثل بمكانة مهمة. اليوم سنركز على شركة جينيانغ ليجين لصناعة الكابلات لاستكشاف ما يميز هذه الشركة وإنجازاتها. بدأت الشركة بناء مصنعها في عام 1986، ومن ثم انتقلت عدة مرات قبل أن تستقر أخيراً في منطقة بانغاجياتسو الصناعية، حيث وصلت نموها بشكل مستقر. وذكر مدير الإنتاج للشركة أن أبرز التغييرات في السنوات الأخيرة تمثلت في التحديث الشامل في حجم الإنتاج ونموذج الإدارة. 86年建厂那时候一共的两三亩地，然后后来 达到了200来亩地，以前计算都是手工计算机那一块，现在那个是那个ERP MES系统，从那个销售、下单、生产、发货都通过这个系统，它这个统计什么的，包括查询，它都挺方便。 بفضل التكنولوجيا المتقدمة وصلت شركة جينيانغ ليجين تحديث منشآتها الإنتاجية وبناء ورش عمل معيارية، مما أسهم في زيادة الإنتاج وحجم الطلبات بشكل مستمر على مر السنين. 公司每年生产大概十五六个亿人民币，主要是跟这个国家电网、中电投、石化公司，还有那个石油一些大国企方面合作。 لا يقتصر التقدم على إدارة الإنتاج فحسب، بل يمتد أيضاً إلى الفحوصات الدقيقة للمنتجات. تلتزم الشركة بالتحكم الصارم في جميع مراحل إدارة الجودة، مما يضمن أن جميع الكابلات تفي بالمعايير الدولية، ويتم إنشاء سجل قابل للتتبع لكل دفعة من المنتجات. 这是500的铝导体，这种呢就是那个铜导体，铜导体这是120的铜导体，现在我们工序检测的就是那个导体的重量、导体的电阻、导体的电阻率，在生产当中呢每个工序的测的数值呢，我们都登那个电脑上的 AR 系统，那个有检测记录的。 يعتبر نجاح شركة جينيانغ ليجين نموذجاً للنجاح الذي حققته منطقة بانغاجياتسو الصناعية في دعم تطوير الصناعات المحلية. في الوقت نفسه تشهد شركة محلية أخرى وهي شركة جينخوانغ تحولات نشطة في إطار موجة التحديث الصناعي. 我们主要是生产这个增压制品的，主要是绝缘板系列。 各类板材就是电木板、340环氧板，还有粉圈棉布板。我们主要是产品销往国内市场和国际市场，国际市场一部分出口在俄罗斯、印度、还有韩国、德国这一部分国家都有出口的。 بفضل تقنيات الإنتاج المتطورة والمعدات الآلية المتقدمة وإدارة الجودة الصارمة، تمكنت شركة جينخوانغ من تلبية احتياجات العملاء المتنوعة، ما أكسبها اعترافاً عالياً في السوق. 产品的优势主要是现在比较集中生产，因为根据客户需求，然后来定制。 客户要求不同类型的、不同颜色的产品，每天的产量比较大，所以说客户订单的需求往回及时的供应，在一个品质上比较先进，因为我们用的设备全是国内最先进的了，现在已经是，都是自动化的设备，所以说对质量保证这块很，这还是很不错的。من الابتكار التكنولوجي إلى الترقية الصناعية، تتجاوز صناعة معدات الطاقة في المنطقة الحدود بشكل مستمر.
وتظهر إمكانيات تطوير قوية. حالياً يوجد في منطقة بانكا جاتسو الصناعية أكثر من 60 شركة، وقد حصلت على 138 براءة اختراع وطنية. 庞家佐镇电力装备制造产业产品涵盖八大类2000余个品种，2023年全镇电力装备制造产业实现销售收入42亿元，其中绝缘板产品在全国市场占有率达到70%以上。 تعتبر الشركات المتجدرة في المناطق المحلية دافعة للابتكار والتطور المستمر للصناعة في الصين. خلال زيارتنا اليوم شهدنا القوة لصناعة ميادات كهربائية في الصين بفضل جهود هذه الشركات تستميل هذه الصناعة في ابتكار وتطوير مما يجعلها محركا قويا في سلسلة الصناعة العالمية.